لمزيد من المتابعة لما يحدث حاليا في أركان عنيد اللواء الأخضر، معي عبر الهاتف يعني الكابتن وثعلب الملاعب الكابتن فكري الحبيشي. كابتن فكري في أول ظهور إعلامي منذ فترة. كابتن مساء الخير، أهلا بك في أهل الرياضة. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، كيف الحال؟ حياكم الله ومساكم الله بالخير، وأمسي على مشاهدينا الأعزاء وطاقم القناة، وأتمنى أكون ضيفا قريبا عليكم إن شاء الله. هل الأسماء التي ذكرتها أنا مع الصفات كانت صحيحة؟ نعم، هذه الأسماء هي يوم الثلاثاء تم الاجتماع وتم الاتفاق على هذه الأسماء برئاسة طبعا الشيخ عبد الواحد صلاح، والأسماء اللي ذكرتها، والجميع يعني متسائل، الجميع متسائل بهذه التشكيلة، وإن شاء الله يعني نشارك جميعا في عودة العنيد إلى مكانه الطبيعي، ومقارعة الكبار، وإن شاء الله يتساعد الجميع، يعني يتساعد الجميع من الجمهور وداعمون للوقوف يدا واحدا مع الأوضاع الحالية التي يمرها العنيد، وتمنياتنا للتوفيق الجميع في المرحلة القادمة. هل تعتقد أنكم أرضيتم الجمهور العنيد بهذا التغيير دون المساس بمنصب رئيس النادي الذي كان مطالبا بالرحيل؟ طبعا الشارع الرياضي متفائل بهذا التشكيل، وفي نوع من الارتياح، يعني طبعا الشيخ عبد الواحد صلاح تولى المنصب هذا لسنوات كثيرة، وكان عند مستوى الظن وكان رجل المواقف، ولكن هي كرة القدم هكذا يعني عادي، ممكن لكل جواد كبوة، يعني إن شاء الله أنه بوجود في ظل وجود هذه التوليفة الممتازة التي تفاعل بها الشارع الرياضي يعود نادينا إن شاء الله إلى القمة كما كان.